دي اخره الحريه اللي احنا اديناها لكم، دي اخره الثقه في عقلكم وتصرفاتكم. اتحججتوا ان البيت القديم مش لايق عليكم وعايزين بيت جديد، قلنا حاضر وجبنا لكم بيت جديد، تبقى دي اخرتها؟ ومن خفي كان اعظم، والله اعلم بيعملوا ايه تاني. ما كل واحد فيهم كبر وشاف حياته وحس ان الشاسيه عرب فيعمل اللي هو عايزه. هو في ايه يا جماعه انتوا مكبرين الموضوع ليه؟ انا كنت سهرانه مع صحابي البنات، ايه ما غلطتش في حاجه يعني؟ ما بالراحه بس يا جماعه كده تفهمونا على مهلكوا. بس هو ايه سبب الكبسه دي يعني؟ كبسه؟ اه ما دي لغه الديلر اللي هو بيتعامل معاه، والسوابق طبيعي يكون اللسان واحد. يا اساتذه امكم حاولت تنتحر النهارده، ولو ما كانش ربنا ستر كان زمانها راحت مننا. انتحر؟ معقول؟ عرفت بقى ايه سبب الكبسه يا بيه؟ دلوقتي حضراتكم لازم تشوفوا معانا حل عشان نرجع ماما تاني تعيش معانا. احنا ما ينفعش نسيب ماما تعيش لوحدها بعد كده. طب ما انتوا عارفين انها كده كده مش هترضى يعني. ايوه عارفين، بس انا عارفه ماما كويس، لو حست ان احنا متمسكين بيها وعايزينها تعيش معانا هتوافق وترجع تعيش معانا تاني، ولا ايه يا رمزي؟ اه طبعا يا اختي. ايوه طب واحنا يعني المفروض ان احنا نعمل ايه دلوقتي؟ نتصرف ازاي؟ نفضل معاها ليل نهار، ما نسيبهاش ولا دقيقه، ونشوف هي عايزه تعمل ايه ونعمله لها. صح يا رمزي؟ اه طبعا يا اختي. طيب والشغل، هنسيب الشغل؟ اه يا رهف نسيب الشغل، وهنسيب كل حاجه في ايدينا. بيتهيالي ماما تستحق ان احنا نضحي عشانها بكل حاجه، ولا ايه يا رمزي؟ اه طبعا يا اختي. تفتكر انك كده خلاص بقيتي في امان وبعدتي عن الخطر؟ زي ما تيجي تيجي، خلاص انت اللي اخترتي الطريق ده ولازم تتحملي نتيجة اختيارك. طمني، انت ما عرفتش هي عامله ايه دلوقتي؟ ما انا قلت لك طاهر بيه ونغم هانم روحوا وسابوها، يبقى اكيد اطمنوا عليها. والله والله العظيم انا قلبي كان حاسس كنت عايزه اروح لها النهارده. بقول لك ايه، انا من النجمه هروح لها المستشفى. تروحي فين يا رحاب؟ هو حد عارف الست عامله ايه دلوقتي؟ وبعدين يمكن الزياره تكون ممنوعه عنها. يا سيدي تكون زي ما تكون، المهم ان انا اروح لها يعني هروح لها ان شاء الله، اقف لها عند باب المستشفى. الست دي جمايلها كتير قوي علينا يا كرم، ومهما عملنا مش هنرد فتفوتم اللي عملته معانا. ولا انت ناسي بقى ان الخير اللي احنا فيه ده كله من خيرها؟ طب ليه كده يا رحاب؟ حد قالك ان قليل الاصل؟ حقك علي، خلاص تبقى توديني ليها يا كرم. حاضر هوديكي بكره. حاضر يا ست هوديكي، بس ممكن تسيبيني انام الكام ساعه دول؟ النهار قرب يطلع. نام يا كرم نام. ايوه يا ست حنان. انا مش عارفه انت جايب البرود ده منين. برود؟ أنا اللي بارد برضه.